صندوق الدبوك اليهودي، الصندوق اللي يقدر يدمر حياتك حرفيا لو فكرت بس تقرب منه. تخيل بقى لو انت قربت من الصندوق ده وفتحته، ممكن تشوف ايه؟ اوعى تكون فاكر ان الجن والعفاريت والشياطين بتسكن البيوت بس، لا، الجن والشياطين ممكن يتحبسوا، ممكن يتحبسوا جوه صندوق قديم، وانت بالصدفة تروح تشتري الصندوق ده، ويا حظ امك الفقر لو اشتريت صندوق محبوس جواه جن او شيطان. هو ده بقى بالظبط اللي حصل مع صاحبنا لما راح اشترى صندوق كان محبوس جواه شيطان. خليك معايا عشان تعرف تفاصيل القصه الحقيقيه اللي حصلت في سنه 2001 مع تاجر تحف وانتيكات لما راح اشترى صندوق كان محبوس جواه شيطان. في سنة 2001 تاجر تحف وانتيكات راح مزاد عشان يشتري شوية حاجات قديمة كانت في بنت عرضهم للبيع. الحاجات دي كانت بتاعت جدتها اللي ماتت وهي عندها 103 سنة. جدة البنت دي وهي صغيرة كانت اعتقلت في الحرب العالمية الثانية، وللأسف كل عيلتها ماتت في الحرب، أبوها وأمها وإخواتها، ومفضلش في العيلة كلها غير الست دي. وبعد كام محاولة قدرت تهرب من المعتقل هي وكان مسجون كانوا معاها، وهربت على الولايات المتحدة وكان معاها طبعا الصندوق المرعب اللي كان جواه الشيطان. وبعد ما جت على امريكا اتجوزت وبقى عندها عيلة، وبعد سنين كتير اتوفت العيلة كلها ومفضلش في العيلة غير حفيدتها. وكانت البنت بتقول ان جدتها طول الوقت بتقول اوعى حد يقرب للصندوق ده او يفكر يفتحه لاي سبب من الاسباب. وطول حياتها كلها كانت بتاخد الصندوق معاها في اي مكان كانت بتروح، وكانت وصيتها قبل ما تموت ان الصندوق يدفن معاها لما تموت. كل القصة دي كانت البنت واقفة بتحكيها للتاجر في المزاد، وان البنت ما عرفتش تدفن الصندوق مع جدتها عشان عادات الدفن اليهودية ما ينفعش ان اي حاجة تدفن مع الجثث. فالبنت كانت عايزة تخلص من الصندوق بتاع جدتها باي تمن وباي طريقة. التاجر شد الموضوع قوي وقرر ان هياخد الصندوق من البنت. التاجر خد الصندوق وراح حطه في المحل بتاعه، وبعدها بايام البنت اللي شغالة عنده في المحل بتتصل بيه وبتقول له الحق في حاجات غريبة بتحصل في المحل. الدور اللي تحت كل اللمبات اللي فيه اتكسرت لوحدها تقريبا، كده في حرامي في الدور اللي تحت. التاجر بسرعة رجع على المحل عشان يعرف بيحصل ايه هناك، ولما رجع المحل لقى كل بيبان المحل كانت مقفولة بالمفتاح على البنت. والغريبة ان هو اللي كان معاه كل مفاتيح الابواب بتاعة المحل، يعني ازاي الابواب كلها اتقفلت على البنت بالمفتاح؟ ولما فتح الباب لقى البنت كانت قاعده تحت الترابيزه وبتعيط جامد جدا، ولما بص على الدور اللي تحت لقى فعلا كل اللمبات اللي كانت فيه مكسوره لوحدها. البنت قالت له انها كانت بتسمع اصوات غريبه ومرعبه، والتاجر بقى محتار من اللي بتقوله ومن اللي اتكسر لوحده في المحل. وبعدها بكام يوم التاجر وهو قاعد مع نفسه في المحل شاف الصندوق القديم اللي البنت وهي بتبيعه له، بتقوله ممنوع اي حد يفتح الصندوق ده، لكن الفضول كان هيجننه، وراح عشان يفتح الصندوق. واول ما فتح الصندوق شاف حجر مكتوب عليه شالوم بالعبريه، وخصلتين شعر وكاس من النحاس كان شكلهم قديم قوي. التاجر شاف كل الحاجات دي رجعها تاني مكانها في الصندوق، وقفل الصندوق وحس ان الصندوق ده ملوش لازمه عنده في المحل، وعامل زحمه على الفاضي. هو كان عارف ان والدته بتحب الحاجات القديمه والانتيكات، فخد الصندوق عشان يديهولها هديه. وبعد ما ادى الصندوق لوالدته بكام ساعه كده، اخته اتصلت بيه بتقول له الحق والدتك وقعت على الارض فجاه ونقلناها على المستشفى. ولما وصل المستشفى شاف امه كانت نايمه على السرير وفاقده النطق تماما، ومش بتعمل اي حاجه غير انها بتعيط ومش بترد على اي حد، تقريبا كانت اتصابت بصدمه عصبيه وفقدت النطق. هو حاول معاها ان يخليها تتكلم وتقول اي حاجه، اي حاجه من اللي حصل لها عشان توصلها لكده. التاجر خد بعضه وراح على البيت عند والدته عشان يحاول يوصل لاي سبب ايه اللي عمل كده في والدته. لقى الصندوق مرمي على الارض ومفتوح، قفل الصندوق وخده ورجع على البيت، وحط الصندوق في الدور اللي تحت وطلع هو عشان ينام. وفي اول يوم للصندوق في البيت شاف كابوس مرعب جدا، ان في ست عجوزه وشكلها وحش ومبهدله بتبص له وعايزه تهجم عليه عشان تقتله. ولما صحي من النوم شاف ان في علامات ضرب في جسمه. الوضع ده استمر معاه تقريبا كام يوم، لكن كل ده كان فاكر انها كوابيس عاديه، لحد ما في يوم من الايام اخته وجوزها جم عشان يباتوا عنده. وبعد ما باتت عنده تاني يوم الصبح اخته بتقوله انها حلمت بكابوس مؤلم جدا، وحكت له على الكابوس وطلع هو نفس الكابوس اللي بيحلم بيه التاجر كل يوم. والغريبه كمان ان جوز اخته حلم بنفس الكابوس هو كمان،
حلم بنفس الكابوس بكل تفاصيله. التاجر اندهش من اللي بيتقال ومش لاقي اي تفسير ايه اللي بيحصل في البيت. التاجر بعدها بقى يشوف خيال كائنات بتظهر على الحيطة وبتظهر بشكل يتشاف، بتظهر وبتختفي، وكان اي حد من اصحابه بيروح عشان يبات عنده كان بيشوف نفس الكابوس بكل تفاصيله. وبعدها بدأت تظهر ريحة وحشة جدا في البيت، هي ريحة شبه ريحة البول كده لكن كانت الريحة وحشة جدا. التاجر لما قعد وفكر عرف ان الصندوق هو السبب، وكل الكوارث اللي بتحصل له في حياته دي بدأت تظهر لما اشترى الصندوق الملعون. التاجر بدأ يترعب جدا وقرر ان لازم يتخلص من الصندوق الملعون ده، بس الوقت كان اتأخر خاف يخرج من البيت، فقرر ان هينام ويصحى الصبح واول حاجة هيعملها ان لازم يتخلص من الصندوق. ونام وصحي تقريبا الساعة 5 الفجر، لكن وهو لسه على السرير كان حاسس ان في صوت نفس جاي من وراه، كان حاسس ان في حد نايم معه على السرير، لكن كان خايف يلف عشان يشوف صوت النفس ده بتاع مين. ولما جمد قلبه ولف عشان يشوف، شاف نفس الخيال اللي كان بيشوفه كل مرة، وبسرعة الخيال اختفى. التاجر خلاص لازم يتخلص من الصندوق الملعون ده دلوقتي. قام وشغل الكمبيوتر بتاعه وجاب موقع بيبيع وبيشتري حاجات قديمة كده، وعرض عليه الصندوق عشان خايف يتخلص منه او يكسره فممكن يتأذي. وبعدها بساعات بيشتري واحد بسعر رخيص جدا بسعر لا يذكر. ومعداش كام يوم تقريبا لقى نفس الشخص عارض الصندوق للبيع على الموقع، وكان كاتب اسباب البيع ان من ساعة ما اشترى الصندوق وهو كل يوم بيشوف كابوس بشع جدا، هو وكل اللي كانوا بيباتوا معاه في نفس البيت كانوا بيشوفوا نفس الكابوس، وكمان بقى يحس بكدمات في جسمه، كدمات غريبة. وبعدها بسنتين وبالتحديد سنة 2004 واحد اسمه جاسون هاكستون، الراجل ده اشترى الصندوق وخده عنده المحل. الراجل ده برضه كان تاجر تحف وانتيكات، وبرضه بعد ما اشترى الصندوق بدأ يحس بنفس الاعراض اللي كانت بتحصل مع التاجر، وبدأ يشوف نفس الكابوس. جاسون استعان بعالم روحاني يهودي. العالم الروحاني ده بعد ما شاف الصندوق عرف قصته على طول، وقال له ان الصندوق ده محبوس جواه شيطان وهو اللي بيعمل كل الحاجات دي، وعشان تتخلص من كل الحاجات دي لازم الصندوق ده يدفن بمراسم يهودية معينة. وراح جاسون هو والعالم الروحاني ودفنوا الصندوق، ودفنوا الصندوق في مكان محدش يعرفه غير جاسون والعالم الروحاني اليهودي. القصة دي اتعمل عنها فيلم اسمه ذا بوسيشن، وانا هسيب لك رابط الفيلم في الديسكريبشن. ودي كانت قصة صندوق الديبوك او صندوق الشيطان، ولو انت بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.